السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للسؤال ديال البارح سولت على السؤال هو كم عدد أبواب مدينة مراكش؟ إذا عدد أبواب مدينة مراكش اللي ما عرفهمش، كاينين أبواب اللي كاين الاستدلال ديالها وكاين أبواب اللي ما بقاتش التسمية ديالها، هما 18 باب. إذا هاد الأبواب هادو راه باقي كنسمعوهم، مثل باب قنا وباب دكالة، باب الخميس، باب غمات، باب حمر، باب الدباغ، بابيلان، كاين باب الرب اللي هو في الأصل باب الربط، كاين باب النقب، باب فتوح، باب تاغزوت، باب القصيبة، باب الدرب، كاين باب الفاتحة، باب الريال، بنود، ثم باب نفيس. إذا هادو هما الأبواب ديال الأسماء ديال أبواب مراكش اللي كانوا عرفوهم الأصلي، اللي هما معروفين بزاف، هو باب دكالة وباب الخميس وباب الرب، باب قناو، باب حمر، باب الدباغ اللي كنقول دائما دابا باقي كيتقالوا، وباب ايلان، باب فتوح، باب النقب، هادو باقي باب تاغزوت باقي متداولين، يعني باقي الناس كتقول هاد الابواب هادو. اذا بالنسبه للسؤال ديال اليوم، السؤال ديال اليوم هو من هو مؤسس مدينة مراكش؟ من هو مؤسس مدينة مراكش وما اسم زوجته؟ هذا هو السؤال ديال غدا ان شاء الله، كنتمنى انكم تجاوبوا عليه، رغم ان كاين تفاعل ديال بعض التلاميذ على هذه الاسئله هذه. اذا كما تنقول دائما، شكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى التشجيع ديالكم القناة. ما تبخلوش عليا دائما بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وكنتمنى ان يعني يكون في التعاليق تعطوني يعني الأجوبة باش نعطيكم، حتى أنا نتحفز ونبقى نكمل في هذا النوع ديال الأسئلة أو النوع ديال الفيديوهات، لأن هاد الفيديوهات كان بعض طلب ديال بعض التلاميذ، هما اللي طلبوا مني أنني ندير هكا أسئلة ثقافية. كنتمنى أنني يعني كنت عند حسن الظن ديالهم، وايضا غادي نبدا ان شاء الله في شرح ديال الدروس ديال الرياضيات على الخصوص ديال السنه الثانيه، يعني الثامنه، الثانيه من التعليم الثانوي الاعدادي عما قريب. ومره اخرى ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا.